قبل المقطع يا حبايب، ما بقى شي نوصل 500,000 مشترك، فالكل يشترك بالقناة قدر التعب، ويلا نبدأ المقطع. الخبر اول اللي عدنا، انطوني وكريس وصل قناتهم باليوتيوب لل 3 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك، عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لهم بالكومنتات على هذا الانجاز. وبنفس الوقت يا حبايب، حساب كريس وصل بحسابها بالانستغرام ل 500,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك، عقبال مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. ننتقل حاليا للطبنجة وليش هو خلى مريانا انه تبكي. طبعا جنز على حسابه بالانستغرام شيت ستوريات، وبهذه الستوريات كان بيها البروم مدي من خلاله انه راح ينزل لنا مقطع باكر. جهز على الساعه بالاربع راح يكون مقلب مريانا كلش قوي خلاها تبكي. اكو راح احطكم البروم وشوفوه. كل مره لا تحكي لا تغني ولا ما بعرف شو قاسمي عطشني عيني انا هيك معه امان ابي ما بتطلعيها بالفيديو تحت الفيديو اكثر من هيك انسان حقود واقسم بالله ما شفت. ننتقل حاليا لنور ستار والتهجم اللي تعرضت له. فنور ستار نزلت على حسب بالانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصوره. فانا كل اللي شاف الصوره يا حبايب لاحظ انه خشمه نوعا ما بعد ما سويت عمليه بقى شويه كبير. كل الاشخاص صاروا يتنمروا عليها، فكل الكومنتات صاروا يتهجموا عليها ويقولوا لها انه خشمك كبير لا ما سويتي عمليه. صراحه بوجهه نظر هذا اللي سووه كل شوي يعتبر غلط، يعتبر تنمر ما له امه فايده. اكتبونا بالكومنتات يا حبايب شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا للمشكله اللي صارت بين غيث مروان واسامه مروه. فهو الاشاعه طلعت تقول انه اكو مشكله صارت بيناتهم بسبب انه صار لهم فتره ما قاعدين يصورون يا بعض. ما ادري الصراحه، ان شاء الله ما يكون صار بيناتهم اي شيء. اكتبوا لي احبب بالكومنتات اذا فعلا صار مشكله بيناتهم او لا. وبالنسبه لغيث مروان فاخته ما زالت تنشر عليه على موضوعه، فاخته طلعت بستوري يقول لها شنو صار وياك يا غيث مروان، هل تواصلتي وياه او لا؟ فشوف الرد مالتها. كتير كتير بعده عم ينحكى بالموضوع، وانا طلعت وحكيت القصه من طقطق للسلام عليكم، قلت لكم حسكر على الموضوع وما في تجاوب، يعني ما نشوف بعد ناطرين. فبليز ما بقى حدا بعد نشرت هذا الستوري واحد قاعد يسبها يقول لها انت حاج تحكين على غيث بعد ما هو اشتهر، ايش صرتوا تحكون عليه؟ فردت عليه بهالمسبه. ننتقل حاليا لنارين بيوتي اللي قصفت نور ستارز وبيسان اسماعيل. فنارين بيوتي نزلت على حسبها بالانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان كاتبه بي البحر مالح والناس مصالح، خلت المتابعين يكملوها. وهم الاشخاص صاروا يتوقعون ان هي ممكن تقصد نور ستارز وبيسان اسماعيل بسبب انهم قاعدين يصورون مو فلوجز، نوعا ما نقدر نقول مصلحه. ما ادري صراحه من احبه بالكومنتات هل هي فعلا تقصدهم او لا. نختم اخر شيء بقمر مارو اللي في فتحته ونوعا ما كشفت به هوايه حقائق. هو شحجته يا حبايب انه هل ممكن تنظم الفرق من المستقبل مثل فافنابولي؟ فردت على الموضوع ان هي ما طلعت من فريق نور مار على مود تنظم الباقي الفرق، ولكن بنفس الوقت قالت اكو هوايه تعاونات رح تصير ويا اليوتيوبر بالايام الجايه، فتحضروا وشوفوا الرد مالتها. قال ان قمر اذا جت لها عروض مع يوتيوبر مشهورين رح تعمل معاهم او تنضم لفريق يعني ثاني؟ لا بالنسبه للفريق انا ما طلعت من فريق نورمال حتى انضم لغير فريق، يعني انا طلعت لان انا ما بقدر التزم، سو مستحيل فوت لاي فريق. وبالنسبه انه صار مع يوتيوبر تاني عادي، يعني ممكن تصير الايام الجايه تعاونات، وفي شغلات يعني عم تصير حاليا تعاونات وهيك، فيس يعني عادي. وبالنسبه الثاني شغله فسالوها اذا هي ممكن تتزوج، واذا زوجت حبيبها قالها انه مثلا بتطلعين على السوشيال ميديا حتوافق او لا؟ فشوفوا الرد مالتها. بالمستقبل لو تزوجت راح تكمل بالسوشيال ميديا او لا؟ هلا حسب، يعني حسب الشخص، يعني اذا الشخص كان ما حابب هالشيء وما حاببني اكمل بالسوشيال ميديا وكنت انا بحبه هاي النقطه فبترك مشان السوشيال ميديا. اما اذا شخص عادي عنده يعني ما عنده مشكله وانا كنت لساتني بالسوشيال ميديا اصلا لهداك الوقت، فلا بكمل بالسوشيال ميديا عادي، يعني حسب الوضع. وصل يا حبايب انها وصلت المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، ما تحطون لايك، اشتركوا بالقناه عشان يكون فيز زي مقاطع من القصص. مع السلامه.